بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة ان شاء الله حلقة من حلقات سلسلة ملابس الاطفال، والنهاردة هننفذ مع بعض الفستان دوت، هناخده على كذا حلقة. النهاردة اول حلقة اللي هي حلقة القص، ياريت تتابعوا الفستان ده بالتحديد كويس جدا، لان ديت افضل طريقة لتشطيب ملابس الاطفال. يعني احنا خدنا طرق كتير للتشطيب، لكن ديت من اهمهم، فتابعونا ان شاء الله تستفيدوا. اول خطوه طبعا عندنا هي القص، واول حاجه اقصها هي الفيونكه. هجيب قطعه قماشه مستطيله 34 في 14 سنتي. هنحتاج سوسته سحريه علشان هنقفل الفستان من ورا بسوسته. بعدين هبتدي اقص صدر الفستان. صدر الفستان عباره عن امام وخلف، الامام نصين متصلين والخلف نصين منفصلين. بالنسبه للامام هجيب قطعه كده واقسمها 4/4 زي ما انتم شايفين كده بالظبط، واحط عليها فستان طفله، بحيث ان انا هقص الامام وبطانه له. الامام هقصه، المفروض ان هنا الباترون ده لحد الوسط، انا هقص قبل الوسط بحوالي 5 سنتي، وهكمل الوسط بالحزام بتاع الفستان. جبت الباترون اهو ورسمته زي ما انتم شايفين، القماشه كده متنيه على 4/4. رسمت الباترون، وسعت حرده الرقبه شويه، القماشه متنيه 4/4 مهم جدا، ومن النص متوصله مش مقسومه نصين. كده خلاص لازم ارفع 0.5 سنتي من الجنب علشان الفستان ما يبقاش مهدل من الجناب زي ما انتم شايفين كده. كده قصيت الامام، كده الامام بتاع الصدر، وقصيت كمان بطانه له معاه، يعني جزئين، جزء اساسي وجزء للبطانه، لان احنا نعمل صدر الفستان ببطانه كامله. بعد كده هجيب الخلف، هجيب قطعتين قماش منفصلين زي ما انتم شايفين كده، وهرسم نفس زي ما رسمت الامام بالظبط، وبرده هشيل الجزء بتاع الوسط، احدد مكان الوسط كده زي ما انتم شايفين، هشيل 5 سنتي دول للحزام، وهسيب من عند خط النص 3 سنتي زيادة لزوم تركيب السوستة زيادة عن الأمام. كده رسمت ورفعت 0.5 سنتي بتاعي من الجنب دوت أساسي. وبعد كده قصيت الخلف، كمان قصيت للخلف لنصين الخلف بطانات قدهم بالظبط بنفس شكل القماش، عشان هعمل بطانة كاملة. كمان لاحظوا حردة الرقبة بتاع الامام، نزلنا بيها 4 سنتي عن حردة الرقبة بتاع الخلف. ادي الحزام، قصيت قطعة قماش بطول البطرون عرضها 5 سنتي. بعد كده الجيبة، هجيب بطرون الجيبة للطفلة، وهقص 4 قطع زي ما انتم شايفين، دول نصين الامام، ممكن اقصهم منفصلين ممكن اقصهم متصلين، مفيش بينهم فرق، ونصين الخلف اكبر منهم ب3 او 4 سنتي علشان تركيب السوستة من ورا. دي قطع الفستان متجمعة زي ما انتم شايفين، قلنا الصدر امام وخلف، الامام نصين متصلين والخلف نصين منفصلين. كل جزء من دول قصيناه، قصيناه له بطانة قده بالظبط، ان نعمل بطانة الصدر بطانة كاملة. وعندنا الحزام عرضه 5 سنتي، والجيبة زي ما انتم شايفين نصين للامام ونصين للخلف، اكبر منهم برضو ب3 سنتي مقدار تركيب السوستة. كده حلقتنا خلصت، بس عشان الحلقة دي تكمل انتم محتاجين تعرفوا ازاي ترسموا بطرون الاطفال بتاع الفستان، الجزء العلوي للفستان، وكمان بطرون الجيبة. هتلاقوا روابط الفيديوهات بتاع البطرونات دي هتلاقوها تحت في صندوق الوصف، كمان هتلاقوها في البطاقات فوق في الفيديو، وهتلاقوها في شكل مقالات للناس اللي بتحب تقرا. هتلاقوا مقالات، روابط للمقالات بتاع البطرونات دي تحت في صندوق الوصف. كمان هتلاقوا بقية حلقات الفستان، الروابط بتاعتها هتلاقوها في صندوق الوصف ان شاء الله، بعد ما نخلص كل الحلقات وهنجمعها كلها في حلقة واحدة في النهاية. حلقات مفيدة جدا وافضل طريقة لتقفيل فساتين الاطفال هتلاقوها في فيديو الفستان دوت، ياريت تتابعونا. ياريت بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، مهم جدا تدعموا القناة عشان القناة تستمر. اللايك بدون اللايك وبدون الدعم احنا ما نقدرش نستمر. متشكرة ليكوا قوي، كان معاكم سارة السيد، قناة سمو عالم تفصيل في قيادة.